Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Bilal Abdul Karim for On the Ground News. Today we are going to be talking to a journalist, and we're going to be trying to understand the nuances in terms of what's been taking place inside of Algeria. As everyone knows by now, the longtime president of almost 20 years, Abdulaziz Bouteflika, stepped down as the president just last night. And here on the line, we have Mejda Zwin, and she is a journalist. Wa nuridina kullaha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mejda, أريد أن أسألك في شأن الرئيس السابق بوتفليكا. استقل كما الكل يعرف الآن. وما هي البيئة بشكل عام بين ظهور الثوار؟ بعد 39 يوما من المسيرات السلمية والحراك الشعبي، الجزائريون يحققون أول نصر لهم في معركتهم ضد النظام الحالي. استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الثاني أبريل 2019 قبل 26 يوما من نهاية عودته الرئاسية، خطوة هامة نحو تكريس الديمقراطية التي يسعى إليها الجزائريون منذ 22 فبراير. الجزائريون أمس خرجوا للاحتفال باستقالة الرئيس، لكنهم أكدوا أنهم سيواصلون النضال من أجل خطوة هذه العصابة. تمام. تمام. ولكن كثير من الناس يظن أو كثير من الناس يعرف أن بوتفليكا لم يحكم البلد منذ فترة طويلة، بمعنى الولاية العميقة ما زالت موجودة، فيعني ما ردك في هذا الشتم؟ لذلك خرج الجزائريون منذ 22 فبراير 2019 من أجل أن يقولوا لا لحكم العصابة، لا لحكم هذا النظام الذي يحكم الجزائر لمدة 20 سنة. أول نصر كان ذلك باستقالة الرئيس، وهم مستمرون في الحراك الشعبي وسيخرجون يوم الجمعة المقبل من أجل الطلبة بخروج جميع العصابة التي تحكم الجزائر منذ 20 سنة، سواء من أشقاء الرئيس أو كما يقال باللغة الفرنسية لكون بريزيدان، العصابة المحيطة بالرئيس التي تحكم الجزائر منذ 20 سنة. فماذا يحدث في وقت الحالي؟ هل تظنين أن الثوار يستطيع أن يجتمع يعني تحت شمسية واحدة أم ماذا؟ اليوم الدستوري اجتمع وجوبا من أجل إقرار صدور منصب رئيس الجمهورية، يجتمع الآن حاليا بقيادة رئيس المجلس الدستوري طيب بالعيد لكي يقر بشغور منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي وفقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي للبرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس المجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية. المادة 102 من الدستور نادى الجيش الوطني الشعبي إلى تطبيقها منذ أسبوع، وكان اجتماع قادة الجيش أمس من أجل التفعيل في تطبيقها، لكن استقالة الرئيس اليوم أكيد سرعت من اجتماع المجلس الدستوري. اليوم الجزائريون يطمحون إلى الأحسن، يريدون دولة مدنية، دولة ديمقراطية لا للحكم العسكري، وإنما لدولة ديمقراطية تكرس فيها الحرية، حرية أفراد، حرية التعبير أكيد، ومن أجل انتخاب رئيس جمهورية عن طريق بطريقة سلمية وبطريقة ديمقراطية. هل تظنين أن المظاهرات سوف تستمر؟
أكيد ستستمر مواقع التواصل الاجتماعي كلها تنادي بضرورة استمرار المظاهرات السلمية التي أذهلت العالم جميعا. هم أكيد مستمرون في النضال. البارحة خرجوا للاحتفال باستقالة الرئيس، لكنهم قالوا ما زال الباقي يتنحى وقاع. هذه العبارة الشهيرة للحراك الشعبي، مصرون على استكمال المظاهرات السلمية حتى سقوط النظام. هل هناك رسالة عامة الشعب الجزائري يريد أن يرسل إلى العالم بشكل عام في شأن هذه الثورة؟ الجزائريون يريدون أن يقيمون دولة الحق، دولة فيها الديمقراطية، تكريس الديمقراطية بعيدا عن العصابة. يريدون المساواة، يريدون أن أكيد أن يكرسوا الديمقراطية في بلادهم، يطمحون إلى تحقيق الجمهورية التالية ووضع نظام عبدالعزيز بوتفليقة الذي حكمه لمدة 20 سنة وراء ظهورهم. شكرا جزيلا، وإن شاء الله تعالى أظن علينا أن نتابع الأحداث التي سوف تحدث في الأيام المقبلة، لأن تبدو كما الثورة لم تنتهي بعد. إن شاء الله. I am Bilal Abdul Karim, and this is On the Ground News. We will be following this story up in the days ahead. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.